احنا ما قدرنا نحصل على الجوهرة من هون لبكرة الساعة 11 المساء. الجوهرة رح تختفي للأبد من بعدها وما بقى نقدر نلاقيها. ولهيك رح يكون أشبه بالمستحيل استرجاع هاي الجوهرة مرة ثانية. وكمان ولا حية رح تقدر تحصل على الجوهرة. لا! الجوهرة رح تكون إلي وحدي وبس، أنا بدي أحصل عليها، لو شو ما كلف التمام بدي لاقيها. أنت مستحيل إنه تقدر تلاقيها. بس ميتري بتقدر تحصل عليها. ولحتى تصير معنا نحن، ضروري كتير إنه ميتري تساعدنا. هارش، بصراحة أنا عرفت شي كتير مهم عن ابني سوايام. شو هو ميتري؟ قليلي. جومكي والشخص اللي معه حابسين سوايام، وهو موجود بهذا البيت هلأ. لهيك قبل ما يحاولوا يطالعوا من هذا البيت، نحن لازم نلاقي طريقة لنطالعوا من هذا المكان اللي هو فيه. بس وينه سوايام؟ لازم نلاقي أي دليل. أنا ما بعرف شي أبداً، كل اللي بعرفه أنه لازم نلاقي ابننا سوايام قبل بكرة الساعة 11 المساء لو شو ما صار هارش. لأنه الساعة 11 أنا ما رح كون طبيعية، وإذا شافتني جومكي وأنا حية رح تعرف إنه الجوهرة الأصلية لساتها معي. ولهيك لازم نستغل الوقت، وإلا أنا ما بعرف شو ممكن تعمل بسوايام. لازم أنقذ ابني لو شو ما صار. بتمنى إني أقدر لاقي ابني. ما بعرف ابني سوايام وين ممكن يكون هلأ ولا شو عم بيصير معه، بس أنا بدي أعرف وينه. أنت مو متعود تضل بدوني، مو هيك ابني؟ أنا كمان ما فيني ضل بدونك. اللي وينك؟ وينك ابني سوايام؟ 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 ابني وينك انت؟ اللي وينك؟ جاوبني ابني، انا عم بسمعك. اللي انت عم تسمعني كمان؟ سوايام ابني اللي عم تحكي معي من جوا الحيطان. شو هاد؟ شو عم بصير بالضوء؟ سوايام انت اللي عم تعمل هيك؟ عن جد ميتري أثبتت إنها بنت ذكية وعندها حيل ما بتخلص. هي قدرت تعرف وين ابنها، بس نحن مو أقل منها أبداً. بس هي المرة سوايام أنا أخذته وحطيته بمكان مستحيل تقدر توصل له. قد ما حاولت ما رح تقدر توصل له حتى بأحلامها. أنت عن جد ذكية كتير. ابني الحلو بخير، بترجاك اللي حاول. ابني انت هلا جوات هذا البيت؟ سوايام ابني اعطيني اشاره وحده، اذا قلت ايه سوايام عم بيقول انه هو بالبيت. هي اشاره كتير واضحه، واضح انه سوايام بالبيت. بس اذا كان بالبيت وينه هلا؟ سوايام ابني اكيد في طريقه لحتى اوصل لك. ما بترجاك اللي ابني كيف بدي لاقيك؟ اللي كيف
قول لأمك كيف فيها تلاقيك. يلا رد علي، قلي شو أعمل. يلا ابني احكي، يلا ابني. ماتري ماتري ماتري، تعالي بسرعة، ما بعرف شو عم تعمل جومتي. شو؟ ما عندي أي فكرة، تعي معي بسرعة. شوفي خدي ورشي هاي المي بالبيت، ووقت بتجي على الجوهرة، الجوهرة رح تتوهج وتعرفي وينها.